صلي لأجلنا الآن وفي الساعة موتنا. السلام عليك يا مريم مليئة الرحمة، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع المسيح. يا عيسى مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي الساعة موتنا. أشهد الآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا عيسى مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا عيسى مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء السلام عليكم يا رب العالمين.
بنفسنا نحن الخطأ لا نوفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بالنساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا كنيسة مريم يا رحمة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بالنساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا كنيسة مريم يا رحمة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بالنساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا كنيسة مريم يا وادي الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والروح القدس كما كان في الأبد والآن وعلى الدوام وإلى أبد الآبدين آمين.
بفضل مثابرة، يعني ثابر كل يوم، ما تعب يلهف صوب الله، ما تعب يقول له لله انه قلبه موجه لإله مش لحدا غيره، ما تعب يقول له بحبك وساعدني تضل قريب عليك وضل ماشي بهالطريق. يعني من جهة كان عنده المحبة العميقة المغروسة المتجذرة بقلبه اللي بتخلي قلبه يكون عنده لهفة غريبة عجيبة صوب الله، ومن ناحية تانية كان عنده بطولة المثابرة، يعني قرر يضل قريب من الله، حافظ على نمط حياته، حافظ على الدعوة اللي الله دعاه لها، إن كان بالحياة الرهبانية وإن كان بحياة الاستحباس بعدين بالحياة المسكية. مشان هيك هو لقلنا شفيع أكيد، ولكن كمان مثال، مثال فنحن ما نترك لحفة قلبنا صوب الله، نفهم إنه بمشية هالدنيا وين ما كنا، كل واحد وين ما نوجد، بعائلته، بوظيفته، بالعمل اللي بيعمله بهالدنيا، بالحياة الدائرية، بالحياة الكهنوتية، أو بأي شكل من أشكال الحياة، نفهم ما ننسى لحفة قلبنا لله، بالعكس نخلي هاللهفة عطول شعلاني فينا، نعرف إنه كل حياتنا إلى معنى إذا منخلي بعدنا الروحي عايش فينا. خطر ليوم